إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى آذن بخروج الشمس من مغربها، وقلنا إن هناك على مستوى الأفراد زمان للتوبة الله يتقبلها، وعلى مستوى العالم والبشر الذين سيعاينون يوم القيامة هناك باب للتوبة وزمان للتوبة يغلق هذا الباب. على مستوى الخلق الذين يعاينون آية طلوع الشمس من مغربها فهذا باب التوبة يغلق، لأن الناس عندما يرون الشمس تشرق من الغرب فإن هذه الآية تنتقل من عالم الغيب إلى عالم المشاهدة بعد أن كانت من الغيبيات. ونحن ذكرنا في أول الحلقات أن الإيمان بالغيب من صفات المتقين، بل إنه أول صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى صفات المتقين في سورة البقرة. فهؤلاء الذين كانوا يسمعون عن هذه الآيات وعن أن الساعة قادمة وآتية لا ريب فيها، فإن هؤلاء ما كانوا ينظرون إلى هذه الآيات ولا يعتبرون بها، بل إن بعضهم كان يرد هذه الآيات بالتأويل، وبعضهم لا يحب أن يستمع إلى ذكر علامات الساعة. إن بعض الناس عندما نتكلم عن علامات الساعة فإنه يقول دعونا فيما نحن فيه، لا تخدروا الناس بالكلام عن علامات الساعة، ولا تتاجروا بكذا وكذا عن علامات الساعة، إنما كلمونا عن ما نحن فيه من واقع. نقول هذا الفهم هو فهم الهروب وفهم الفرار من الحقيقة المؤكدة أنك ستعرض على الله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك مسؤول، وأنك ستحاسب على العير على النقير وعلى العير والقطمير، ستحاسب على النقير وعلى العير، ستحاسب على كل شيء، وأن نتيجة هذا الحساب إما إلى جنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة، وإما إلى نار والعياذ بالله اللهم إنا نستعيذ بك من النار. فعندما يرى الناس الذين ما آمنوا وما كانوا يقرؤون في الآخرة ولا في الحساب ولا في عذاب القبر، بل إن منهم من أنكر عذاب القبر، ومنهم من أنكر كما ذكرنا قول عمر رضي الله عنه عندما وقف على المنبر وقال إن قوما سيأتون منكم يكونون منكم ينكرون عذاب القبر وينكرون الدجال وينكرون طلوع الشمس من مغربها وينكرون الرجم وينكرون أمورا كثيرة. هؤلاء الناس لما ينكرون ولا يحبون أن يستمعوا إلى الكلام عن الآخرة، كلام عن الموت، الكلام عن القبر، الكلام عن علامات الساعة؟ لأنهم يعشقون الحياة، يريدون أن يعيشوا هذه الحياة وكأنهم سيخلدون فيها. ولو أنهم اعتبروا
ونظروا بعين الاعتبار وبعين التدبر وبعين التفكر لعلموا أن الأمر والله قصير بل أقصر مما يظن أولئك. فمتوسط أعمار الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. لو أن هؤلاء نظروا بعين الاعتبار إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الآخرة وعن الساعة وعن الحساب، وإلى ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة وعن علامات الساعة وعن أمرات الساعة الصغرى والكبرى، لو أن هؤلاء نظروا وأجروا هذه الآيات على قلوبهم لتغير والله سلوكهم في الحياة الدنيا، ولرأوا أن الحياة لا تساوي شيئا. هذه ليست دعوة إلى أن نترك الدنيا من بين أيدينا، لا، ليست دعوة لهذا، بل إننا مأمورون من الناحية الشرعية أن نسعى في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. مأمورون من الناحية الشرعية أن نعمر الأرض وأن نتقدم، لأن هذا يصب في النهاية إلى صالح الدين وإلى صالح الدعوة. لكن علينا دائما أن نتذكر أن هناك آخرة وأن هناك حسابا. فالذين يرون الآية التي انتقلت من عالم الغيب إلى عالم المشاهدة ويطلع الشمس من مغربها وقالوا آمنا بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء لا يتقبل الله منهم كما ذكرنا، كما لم يتقبل من فرعون، وكما لم يتقبل على مستوى أحد الناس الذي يعاين سكرات الموت ويقول يا رب إني تبت الآن، هذا لا يتقبل الله توبته سبحانه وتعالى. فأقول إذا كان الأمر كذلك، ونحن هل سنرى الساعة أم لا نرى الساعة؟ من الواضح والله أعلم، طالما أن هناك آيات صغرى لم تظهر بعد ولم يظهر المهدي بعد، فمن الواضح أنه لم يقترب هذا العصر، لكن الله أعلم سبحانه وتعالى. فهذا علم من علم الغيب لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه جبريل عليه السلام، لكن نحن نقول حسب الأمارات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هناك أمارات من العلامات الأمارات الصغرى لم تظهر بعد، لكن الله أعلم سبحانه وتعالى. فأنا بدلا من أن أسوف وأؤجل وأقول المهدي لم يظهر والآيات لم تظهر بعد، ولما يأتي المسيح الدجال ده لسه يعيش 40 يوم، وكله في يوم كسنة ويوم كشهر، تبقى إن شاء الله نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظ أن هناك حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام يذكر فيه أن ثلاثة إذا ظهر واحدا من هذه الثلاث فإن الله لا يتقبل التوبة. فذكر الدابة، وذكر طلوع الشمس من مغربها، وذكر الدجال. فمما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال أيضا لا يتقبل الله سبحانه وتعالى توبة أحد. لكن العلماء وجهوا هذا الكلام، كيف وجهوا؟ قالوا نعم في زمن الدجال، لكن من عاش بعد زمن الدجال وعاد إلى ربه وتاب وأناب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. لكن آية طلوع الشمس من مغربها فهذه الله سبحانه وتعالى يغلق باب التوبة المفتوح الذي ذكرناه قبل ذلك، الذي مسيرته فيسير الراكب فيه في عرض هذا الباب 70 عاما لا يغلق إلا بطلوع الشمس من مغربها. فالشمس عندما تشرق من المغرب لابد أن نتأمل، عندما نرى الشمس في كل يوم تشرق من الشرق وتغرب من الغرب، ونرى القمر يجري فيما في هذه الأفلاك على الطريقة التي نرى بها، فيبدأ هلالا ثم بدرا ثم يعود كالعرجون القديم، فإننا من كثرة ما نرى ذلك فنظن أن ذلك يجري هكذا وفق قوانين طبيعة كما يقول بعضهم، فلا نلتفت إلى هذه الآيات، لا نلتفت أن شروق الشمس من المشرق هذا بأمر الله، كما رأينا في حديث أبي ذر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن كل يوم للشمس أن تشرق من مشرقها، وهو الذي يأذن للشمس كل يوم أن تغرب من مغربها. سيقول بعض العقلانيين وأين هذا؟ نحن لم نرى في التلسكوبات الكبرى
هذه التلسكوبات العملاقة ولا المراصد العملاقة لم نرى أن الشمس تغير مسارها وتذهب إلى مكان لتسجد. نقول إن كل هذا من علم الغيب، ونقول ونكرر ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: سمعنا وأطعنا، دون أن نؤول ودون أن نعطل ودون أن نرد أي حديث طالما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور الله أعلم بها، لكن طالما صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تقل نحن لم نرى ذلك، وأن الشمس تسجد ولابد أن تستأذن، وهذه حركات أجرام وحركات أفلاك وحركات نجوم، كل هذا بأمر الله وكل هذا بقدر الله. الكون كون الله، والأمر لله والنهي لله سبحانه وتعالى. فالشمس تستأذن كل يوم من ربها سبحانه وتعالى: أأشرق أم لا أشرق؟ فالله سبحانه وتعالى يأذن لها في كل يوم حتى يأتي اليوم الموعود، فلا يأذن لها ولا يتقبل منها سجودها. فالشمس تشرق من الغرب، ويغلق باب التوبة على الناس جميعا، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بعد الشمس، ونحن ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما خرجت يعني قبل الأخرى كانت الأخرى على إسرها. ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي قال إنه حفظه من رسول الله، سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وحفظه ولم ينسه. فهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما خرجت قبله كانت الأخرى على إسرها. إذن هناك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب، خرجت هذه أو خرجت تلك، لكن باب التوبة يغلق. الدابة التي سنتكلم عنها بإذن الله رب العالمين، هذا أيضا من العلامات النهائية لقيام الساعة. الله سبحانه وتعالى قال: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذا وقع القول عليهم وجاء أمر الله سبحانه وتعالى بالنهاية، فإنه يخرج الله سبحانه وتعالى: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. هذه الدابة من أين تخرج؟ هذه الدابة، العلماء منهم من قال والمفسرون قالوا تخرج من جبل الصفا لكن لم يصح، تخرج من شق في مكة لم يصح، لكن الآية بيّنت أخرجنا لهم دابة من الأرض، أي إن هذه الدابة لم تنزل من السماء، إنما هي من دواب الأرض، إما دابة من دواب الأرض المعروفة، أو هي دابة الله سيخرجها من الأرض سبحانه وتعالى. هو عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إن هذه الدابة هي الجساسة. أتتذكرون الجساسة التي ذكرناها في حديث تميم الداري رضي الله عنه لما ذهب إلى الجزيرة؟ فعمرو بن العاص يقول إن الدابة هي الجساسة، لكن سنرى أن الدابة أيضا من العلامات الأخيرة في قبل قيام الساعة، من العلامات الكبرى، وهذا نستأنفه في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي على ذلك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذا قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها، تسير الجبال على سرعة كمر السحاب تراحلها، كمر السحاب تراحلها، كمر السحاب تراحلها.